بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه الشافعية. وكنا في الأسبوع الماضي بدأنا في فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني، وقلنا أن الأواني هي وسيلة الوسيلة، فالطهارة لها مقاصد، ومقاصدها الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، هذه هي مقاصد الطهارة، ووسائلها الماء والتراب والدابغ والاستحالة والإكثار. وسيلة الوسيلة هي الإناء، لأن الماء يأتي في إناء، فتكلم على الإناء الأواني في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، وبدأ بالأول اللي هو ما يحرم لأنه محصور، أما الجائز فكل الأواني ما عدا دول. فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما، يعني من سائر الاستعمال، يعني ما ينفعش تبقى طفاية سجاير. هتقول لي أصل السجاير حرام. طب ما هو حرام، لكن هيبقى عنده طفاية، ما يبقاش بقى بيشرب سجاير حرام وكمان يجيب الطفاية كمان فضة، يبقى حرامين، كفاية علينا حرام واحد. مع ان يقول لك اصل الطفايه دي لا هي اكل ولا شرب، دي طفايه سجاير، تقول له ما يجراش حاجه، يبقى ما تنفعش. خدت بالك ازاي؟ مقلمه تحط فيها القلم كده على المكتب تبقى ذهب، ما تنفعش. مفتاح عربي، بيبه في البايب، يسموه البايب، مبسم، يعمل المبسم بتاع البايب كده من باب الشياكه يعني، يعملوا ذهب، ما ينفعش. سائر الاستعمال، خدت بالك كلام الشيخ بيقول لك سائر الاستعمال. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه على قاعدة الشافعية، كل ما يحرم استعماله يحرم اقتناء، يعني يحرم انك انت تحتفظ به، خلافا للأحناف في المسألة. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال، في الأصح مقابل الأصح زي الأحناف. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة، اللي يسموه مموه، واخد قشرة، واخد قشرة ذهب قشرة فضة، يسموه المموه أو المطلي، بشرط إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، بحيث يبقى الطلاء طبقة سميكة، إنما لو قشرة رفيعة قوي ما يضرش، لأن حتى لو حطيتها على النار ما تعملكش حاجة، يعني كأنها منظر بس، لكن لا قيمة له في ذاته. إنما لما يبقى عليها طبقة كبيرة يبقى إذا اللي يحرم. ويجوز استعمال إناء غيرهما، يعني غير الذهب والفضة، أي غير الذهب والفضة من الأواني، ولو نفيسة، ولو كانت من الأيوان النفيسة، كزبرجد وكياقوت مرجان، أو حتى باللور، إنه في أنواع من الزجاج يمكن تبقى أغلى من الذهب، لأنه مصنع بطريقة معينة ومعمول بكسرات معينة كده عشان يعكس الضوء، وشغلانات كده بيفهمها أهل الصنعة، فتلاقيه أغلى، ما يضرش، لا يجوز استعماله. كإناء ياقوت، وقفنا إحنا على: ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة. المضبب يعني إيه؟ يعني الإناء حصل فيه كسر. ساعات كان يبقى الإناء غالي، يعني عندك إناء باللور مثلا غالي، أو مرجان غالي، أو ياقوت غالي، فاتكسر، فتروح توديه للراجل اللي بيضببه، يعني بيصلحه، يقوم يدبسه لك بدبوس فضة، واخد بالك، عشان يثبته لك تاني وتعرف تستعمله تاني، فدي سموها ضبة. إذا كانت الضبة لحاجة من الفضة تبقى جائز، وإن كانت إذا كانت لزينة، يعني عاملين له إيه؟ وردة كده لازقينها على حرف الإناء فضة عشان تدي له منظر حلو،
او الايد بتاع الفنجان عاملينها فضة عشان تبقى تديله معنى، دي زينة بقى. فان كانت كبيرة، اذا كانت كبيرة لحاجة، كبيرة لحاجة او صغيرة لزينة، واخد بالك، دي كرهت. ولو كانت كبيرة لزينة حرمت، ولو كانت كبيرة جزء منها لحاجة وجزء منها لزينة حرمت. يعني ليها صور هيجيبها لك في الفضة، إنما الذهب كله حرام. ضبط الذهب مطلقا حرام، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، كبيرة أو صغيرة، لزينة أو لغير زينة. أيوه، ده في الطلاق. احنا هنا اتنقلنا لحاجة تانية، المضبب. المضبب يعني المتزين بإيه؟ بورد الذهب، بإيد تمسكها، بأي حاجة زينة، عاملين كده مثلا خطين ثلاثة كأنها شجرة لازقينها كده عشان تعمل منظر، دي اسمها زينة. غير التاني المموه، ده واخد طبقة. احنا نقلنا في قصة تانية. يبقى المموه احنا عرفناه، قلنا التمويه حرام اصلا، التمويه حرام اصلا، لكن يحل الاناء المموه اللي هو عليه قشره ان كان لا يحصل شيء منها بعرضها على النار. واخد بالك ازاي؟ نيجي بقى للمضبب. يجوز السن الذهب، يجوز. زمان ما كانش عندهم بدائل فيجيزونها العلماء، وكذا الانف الذهب. كان زمان بيطلعوا في الحروب، فساعات واحد مناخيره تتقطع في حرب، فهيعيش طول عمره بقى كده ماشي قدام الناس كده من غير مناخير، تبقى دمات ايه. فكانوا يعملوا له مناخير ذهب كده منظر، يعني يحطها كده، واخد بالك ازاي، علشان اولا تسد منخاره لان بيبقى منظره بشع. ولما كانوا يستعملوا حاجه غير الذهب كانت تزرنخ وتعمل ريحه وتعمل منظر وحش وتفضي، لكن الذهب فاجازوها في الحاجات الضروريه اللي زي دي. دلوقتي بقى في بدائل بقى، يعني حتى دلوقتي نادرا ما تشوف واحد عامل سنه ذهب، كان زمان تشوف. دلوقتي خلاص بتتعمل بلون السنه الطبيعيه، فما بقاش فيها حاجه، فطالما بقت زالت حاجاتها يبقى تحرم، رجعنا للاصل. انما كانت زمان تجوز للضروره، لان مش معقول هقول له اعمل لي سنه حديد تصدي البق، خدت بالك، هتصدي، تبقى مشكله. او فضه كانت برضو بتعمل ساعات كده زي زهومه مع الريق تشعر بيها، فكانوا يبدونها للضروره. اما زالت الضروره وبقى فيه بديل احسن، يبقى ترجع اصل حرمتها، خدت بالك. ويحرم الاناء المضبب، اي استعماله واتخاذه. اذا قلنا يحرم الاناء المضبب يبقى يحرم الاستعمال والاتخاذ. واصل التضبيب ان يكون لخلل في الاناء، اصل الضبه بتبقى لخلل في الاناء، كسر في الاناء فعايزين نصلحه. والمراد هنا الاعم، بان يجعل في جوانب الاناء او حوافيه صفائح الذهب او الفضه بتسمير او نحوه. وهل التضبيب حرام مطلقا كالتمويه؟ احنا قلنا التمويه اللي هو القشره دي حرام مطلقا، لكن في الاستعمال والاتخاذ ان كانت بعرضها على النار تدي جرم يحرم، والا لا تحرم. طب هل بقى التضبيب في حد ذاته كده حرام مطلقا برضه؟ وبعد كده نفصل اذا كان لحاجه وصغير، واذا كان يعني يبقى مباح، واذا كان كبير لزينه يبقى حرام، وان كان كبير لحاجه ولزينه وفضه يبقى مكروه، وهكذا، يعني فيها التفصيل ولا ايه بالظبط؟ فعلشان كده بيقول لك وهل التضبيب حرام مطلقا كالتمويه او لا؟ ولعل الثاني اقرب، لعل الثاني الاقرب اللي هو ايه؟ ان هو التضبيب مطلقا ليس بحرام، التضبيب كتضبيب كده. قاله ابن قاسم على ابن حجر، قاله ابن قاسم على كلام ابن حجر الهيتمي، كويس؟ قوله بضبة فضة، بضبة فضة أي بضبة من فضة، فالإضافة على معنى من، يعني بضبة فضة دي مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا بمعنى من، يعني بضبة من فضة.
وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، يعني هي كبيرة الأول لزينة أو كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة، تبقى تحرم طالما كبيرة. في الفضة حرمت في الصورتين، كويس؟ وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة كرهت. يبقى احنا عندنا 5 صور اهو، صورتين حرام و3 صور مكروه، يبقى 5 صور في فضة الفضة. ال3 صور المكروهة انها تبقى كبيرة وكلها لحاجة مش لزينة، لأنه الكسر كان كبير أوي، فاضطرينا نستعمل ضبة فضة كبير. يبقى هنا كبيرة لحاجة أو صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة، واخد بالك؟ أو صغيرة وكلها لزينة. أدي ال3 صور، كل دي صور مكروهة، كويس؟ لكن الحرام أما تبقى كبيرة سواء لزينة خالص أو لزينة والحاجة حرام، كويس؟ وإن كانت صغيرة كلها لحاجة أبيحت. يبقى دي الصورة 6، هتجيلك الصورة 7 بقى. يبقى في صورة مباحة واحدة أن تكون صغيرة لحاجة، فهمت؟ وفي 3 صور مكروهة أن تكون صغيرة لزينة أو صغيرة أو كبيرة لحاجة دون الزينة، أو كبيرة بعضها لحاجة أو إيه؟ أو صغيرة لزينة صافية، كويس؟ إن كانت كبيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرمت، وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو صغيرة بعضها لحاجة وبعضها لزينة يبقى كرهت. إن كانت صغيرة لحاجة مباح في الفضة. طب لو شكينا هي كبيرة ولا صغيرة؟ لو شكينا اللي هي الصورة 7 بقى، ولو شك في الصغر والكبر كرهت، طالما بقت ايه في النص كده، لا قادر اقول انها صغيرة لحاجة ولا كبيرة لحاجة، يبقى ايه؟ كرهت. وقول المحشي فالاصل الاباحة ضعفه الشيخ عطية، ويمكن ان يكون مراده بالاباحة عدم الحرمة فيصدق بالكراهة. فمجموع الصور 7 بصورة الشك الأخير، كويس؟ وقد بلغها بعضهم أكثر من ذلك. ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة، افرض عملنا ضبات صغيرة قوي، احنا قلنا الصغيرة لزينة مكروه، كويس؟ طيب افرض خلينا ضبات صغيرة لزينة، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، يعني منقطين صغيرة، لكن لو جمعناها كلها تبقى كبيرة. فهمت ازاي؟ تبقى حكمها ايه؟ ادي مسائل هو بيحاول يبني عندك الملكة الفقهية. هو عايز يخليك راجل بتفكر، مش راجل ماشي كده وخلاص. هو عايز كل الحواشي دي مبناها انها تربي الملكة الفقهية عند المسلم، عشان لما تعرض عليه صور غير مذكورة يعرف هو يستنبط لها حكم، خدت بالك؟ ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة، فإن لم يكن مجموعها بقدر ضبة كبيرة لزينة كرهت، لكن لو مجموعها بقدر ضبة كبيرة حرمت. سهلة أهو، لما فيها من الخيلاء. يبقى بضبة فضة، بضبة فضة كبيرة عرفا، أي في عرف الناس. العرف هو عرف الناس، مش مدي لك وزن معين، ان اي واحد كده معتاد يشوفها يقول لك ايه ده كبيره قوي، ده انت حاطط فضه كتير قوي، ايه ده، ده جميله قوي، ده غالي قوي، ده بكام ده؟ يبقى لفت انتباهه، يبقى طالما لفت يبقى كبير عرف. لكن لما تبقى صغيره يشرب في البلنجان وانت حاططها له من هنا نقطه، وبعدين بعد ما يشرب كده تروح انت مدوره له كده تقول عايز تبين له انك انت مش جايب له اي كوبايه، يعني لا كوبايه متزوقه، يعني تبقى عامله يا تصدق ما خدتش بالي، تبقى صغيره، واخد بالك؟ تبقى دي صغيره، يبقى الكبيره اللي هي تخرق عينك كل واحد يشوفها،
العرف متروكة للعرف، أي في عرف الناس، وهو ما عرض على العقول لتلقته بالقبول، بحيث الناس كلها تقول لك لا دي كبيرة. طب افرض المجموعة قالوا لا كبيرة وناس قالوا صغيرة، يبقى شك، يبقى دي فيها الشك، خدت بالك؟ لزينة يعني كبيرة عرفا، لزينة أي موضوعة لزينة كلها أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، فهاتان صورتان تحرم فيهما. فإن كانت كبيرة أي عرفا كما علم مما قبله، وقوله لحاجة كبيرة لحاجة أي موضوعة لحاجة كلها، فهذه صورة تكره فيها. والمراد بكونها لحاجة أن تكون لغرض الإصلاح لا للعجز عن غير الذهب والفضة، لأن ذلك يعد ضرورة مجوزة، يعني أن المغفور لحاجة يعني لحاجة إصلاح الإناء، حتى ولو كان ممكن إصلاحه بحاجة تانية غير الفضة برضه تفضل مكروهة طالما لحاجة، خدت بالك إزاي؟ لأن لو لم يكن هناك إلا الفضة للإصلاح تزول الكراهة، لأن أصبحت ضرورة، فهمت إزاي؟ أصبحت ضرورة، لأن إحنا قلنا إن إناء الذهب والفضة لو لم يوجد إناء غيره تزول الكراهة وتزول الحرمة وممكن تتوضى منه للضرورة، فهمت إزاي؟ وعشان كده بيقول والمراد بكونها لحاجة أن تكون لغرض الإصلاح لا للعجز عن غير الذهب والفضة، لأن ذلك يعني عند العجز عن غير الذهب والفضة يعد ضرورة مجوزة للإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبط، فهمت الكلام الشيخ؟ طيب. وقوله جاز أي الإناء بمعنى استعماله أو اتخاذه، وفي بعض النسخ جازت أي الضبة، لكن كلام الشارح في الإناء كما هو ظاهر. قوله أي كل ده بضبة الفضة، ما دخلش بضبة الفضة. قوله أو صغيرة عرفا أي أو كانت صغيرة في عرف الناس، فمرجع الصغر والكبر العرف، لزينة يعني صغيرة وموضوعة لزينة كلها أو بعضها، فهاتان صورتان تكره فيهما، وكذا لو شك في الصغر والكبر تكره كما تقدم. قوله كرهت مقتضى كون الكلام في الإناء المضبب أن يقول كره مش كره، لأن الكراهة مش منصب على الضبة، ده منصب على الإناء، فكان هيقول كره يعني كره استعمال الإناء. أو لحاجة أي كلها، أي كلها، فهذه صورة بحثها يعني صغيرة لحاجة، ضبط فضة صغيرة لحاجة مباح، كويس. كان زمان بتلاقي ايه آنية كده، تلاقي عندك صيني، طبق صيني فخم كده، وتلاقي متدبس 3-4 دبابيس فضة. انا كان زمان شفته عند جدتي، لكن الوقت بعد ما الصناعات تقدمت الطبق ما بيتكسر بترميه تجيب غيره، لان بقت الحكاية سهلة. كان زمان في انواع صيني تلاقيها نادرة، لما يتكسر طبق من الطقم تبقى مشكلة، الطقم مثلا كذا حتة ومش معقول، فيرودوها لحد مدبباطية، يسموه مدبباطية، يروح ايه يعملوا لك بدبوسين كده فضة علشان يمسك لك الإناء. فلما يبقى صغير لحاجة يبقى فاشل مباح، فلا تكره أي ولا تحرم بالأولى، بل هي مباحة. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا، سواء بقى كانت كبيرة لزينة، صغيرة لزينة، كبيرة لحاجة، أو كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة، أو صغيرة لزينة فقط، أو صغيرة لحاجة، كله طالما ذهب حرام مطلق. وقوله أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي، مقابل لقوله ضبة فضة، وقوله فتحرم مطلقا أي كبيرة كانت أو صغيرة لحاجة أو لزينة كلها أو بعضها، في كل الصور بقى كما صححه النووي وهو المعتمد، لأن الخيلاء فيها أشد من الخيلاء في الفضة، لأن الذهب كل الناس عارفاه، الفضة ممكن يفتكروا ألمونيا، يفتكروا أي حاجة إلا الذهب، كل الناس عارفة إن ده ذهب، ففيها نوع من الخيلاء. لأن الخيلاء فيها أشد من الخيلاء في الفضة، ولأن الفضة أوسع من الذهب، يعني أبيح خاتم الفضة للرجل ولم يبح خاتم الذهب للرجل، فيبقى الفضة فيها نوع من التسهيل شوية عن الذهب، خدت بالك إزاي؟ ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز الخاتم للرجل منها دونه، يعني دون
ايه الذهب، واجرى الرافعي التفصيل في ضبة الذهب ايضا وهو ضعيف. الامام الرافعي اجرى نفس مسألة التفصيل اللي قلناها، كبيرة لحاجة، كبيرة لبعضها لحاجة، بعضها لزينة، كبيرة لزينة، اجرى نفس التقسيم ده في ضبة الفضة، ده كلام الامام الرافعي، ولكنه ضعيف في المذهب. فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاق به من أراك ونحوه، والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس. ده كلام في السواك بقى. يقول في الشرح فصل، مناسبة هذا الفصل هنا ليه جاب السواك دلوقتي في الوقت اللي شغال فيه في الطهارة؟ أن السواك مطهر، كما أن كل من الماء والدبغ مطهر، لكن كل منهما مطهر من النجاسة، والسواك مطهر من القذارة. فهمت ازاي؟ فهو الاثنين مطهر، بس واحد من النجاسة اللي هو زي الماء والدابغ، والسواك مطهر عن القذر. صحيح القذر اللي في السنان ده طاهر، لكنه قذر، زي الريق، الريق ده ما هو طاهر لكنه مستقذر، الناس تقرف منه، حتى لو جه ريقك انت نفسك على ايدك تبقى عايز تغسله، وهو مستقذر، خدت بالك؟ لكنه طاهر. المخاط والكحه اللي انت بتكحها دي، واخد بالك؟ والبلغم مستقذر لكنه طاهر، خدت بالك ازاي؟ السواك بقى بينظف من هذا القذر، والطهارة والماء والدابغ بينظف برضو من بعض القذر، لأن النجاسة هي مستقذر برضو، لكن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، إنما مش كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، ففي مستقذرات تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهذه هي تسمى نجاسة شرعية. يبقى النجاسة الشرعية هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده تعريف. يبقى يعني الخلاصة ان هي مستقذر، فيبقى كل النجاسة والقذر الاثنين قذر، في بعضها نجس لانه يمنع من صحة الصلاة، وبعضها طاهر. السواد بيزيل القذر، فلا يقال كان الاولى ان يذكره في الوضوء لانه من سننه، على أنه أشار بتقديمه عليه إلى أنه من سننه المتقدمة عليه كما سيأتي. يعني السواك سنة متقدمة على الوضوء، على الراجح كما رجحه الرملي، وإن كان ابن حجر الهيتامي اعتبره من سنن الوضوء لأنه قال إن يجي بعد البسملة، لكن الراجح إنك أنت بتستاكي الأول وبعدين تبتدي تبسمل وتغسل إيديك، يبقى هو سنة متقدمة عن الوضوء، سنة منفصلة كده متقدمة على الوضوء، ده الرجع الرملي. لأنه من سننه، على أنه أشار بتقديمه عليه إلى على الوضوء، يعني إلى أنه من سننه المتقدمة عليه كما سيأتي. وهو لغة السواك، لغة الدلك. فالسواك بيطلق على التسوك ويطلق على الآلة نفسها. يعني كلمة سواك كده معناها الدلك، ومعناها الآلة، ليها المعنيين، كويس؟ وهو لغة الدلك، الدلك يعني إنك أنت إيه؟ تحرك كده على شيء تحك فيه، ده اسمه الدلك. وآلته يعني يطلق لغة الدلك وآلة الدلك نفسها، الاثنين سواك. وشرعًا استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه بنية. يبقى شرعا هو استعمال عود ونحوه، يعني زي فرش السنان وزي منديل كلينكس وزي حاجة خشنة ما تعوركش، واخد بالك؟ أو خرقة تلف كده خرقة على إيدك خشنة وتعمل أي حاجة، كل ده نحوه، يبقى عود ونحوه. في الأسنان يبقى ما ينفعش إن أنا إيه أقول على حاجة بستعملها وأزيل القذارة من على غير السنان أقول عليها سواك، يبقى لازم استعملها في الاسنان عشان اقول عليها سواك. وما حولها يعني اللثه، اللثه بتاعتها او او سقف الحلقه او شيء من ده. بنيه لازم وانت بتستعملها بنيه عشان تصبح عباده،
لان النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة. يعني وانت بتدعك سنانك الصبح انوي التسوك تاخد ثواب العبادة، واخد بالك؟ لان هي عادة، عادة نظافة، انت بقى ما تخليهاش عادة، خليها عبادة، ما انت كده كده عاملها، فتنويها بقى بنية. واركانه، اركان الاستواك او التسوك 3: مستاك اللي هو الفاعل نفسه المكلف، ومستاك به اللي هي الآلة، ومستاك فيه اللي هو الفم، صح كده؟ يبقى 3 حاجات. وهو من الشرائع القديمة، يعني ليس خاصا بإيه بالمسلمين، ده قديم معروف من أيام سيدنا إبراهيم، كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبل، على عود الأراك، أي من عهد إبراهيم لا مطلقا، لأنه أول من استاك، سيدنا إبراهيم أول من استاك وأول من اختتم، كويس؟ ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة لا للأنبياء. السواك كان سنة في الأنبياء في الأمم السابقة لا في أممهم، للأنبياء خاصة، وفي أمة النبي صار سنة للأمة كلها كالأنبياء. زي الأمم السابقة ما كانتش تتوضأ للصلاة، لكن أنبيائهم يتوضأ، لكن مش مفروض على سائر الأمة تتوضأ لصلواتهم في الأمم السابقة. فلما جاء الشرع الشريف فسيدنا رسول الله علم الناس، بيقول لهم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فدل على أن الأنبياء من قبله كانوا بيتوضأوا، ولكن الجديد في أمة النبي أن صار الوضوء لسائر الأمة كالأنبياء، وده تشريف لها، ان في عبادات كانت خاصه بالانبياء في الامم السابقه صارت لعموم الامه، هذا تكريم لها ورفع لدرجات، منها السواك ومنها الوضوء. لانه كان للانبياء السابقين من عهد ابراهيم دون اممهم، قوله في استعمال أي في حكمه، لأنه هو المقصود كما ذكره المصنف بقوله والسواك مستحب، يعني حكمه أنه مستحب مش واجب، حكمه مستحب. قوله آلة السواك أي الآلة المنسوبة بمعنى الاستياك الذي هو المعنى الشرعي، فالإضافة على معنى اللام أي الآلة للسواك أي للاستياك، آلة للسواك أي للاستياك يعني، فهي بمعنى ايه، فالإضافة على معنى اللام وليست بيانية، اللي هي آلة السواك هي كذا، جعلها إضافة بيانية المحشي، حيث جعلها بيانية بناء على أن المراد بالسواك العود ونحوه، وليس كذلك، احنا قلنا أن السواك يطلق على الاستياك ويطلق على العود نفسه، وليس كذلك، بل المراد به الاستياك الذي هو المعنى الشرعي كما علمت. ويدل لذلك قول الشارح: ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به على ما سيأتي. وهو من سنن الوضوء أي الفعلية، أي السنن الفعلية الخارجة عنه، بناء على ما قاله الرملي من أنه قبل غسل الكفين. يبقى الإمام الرملي قال السواك يسن قبل غسل الكفين، وهو سنة فعلية للوضوء قبل الوضوء، كويس؟ لأنه سابق على نية الوضوء، يبقى إيه، فيحتاج إلى نية، طالما هو قبل غسل اليدين يبقى محتاج لنية منفصلة، خدت بالك إزاي؟ يبقى محتاج لنية في الأول منفصلة، لأنه مش هيدخل مع نية الوضوء، فيحتاج إلى نية لأنه سابق على نية الوضوء فلم تشمله، أو الداخلة فيه، أو هو سنة من السنن الداخلة في الوضوء على قول ابن حجر الهيثمي، بناء على ما قاله ابن حجر من انه بعد غسل الكفين. ابن حجر قال انك بتبسمل، بتنوي مع البسمله سنن الوضوء، وتغسل ايديك وتبتدي تستاك، وبعدين تبتدي تتمضمض وتستنشق، وبعدين تنوي تاني فرضا لغسل الوجه. ده الشافعيه كده بينوي مرتين. الرمل بيقول لا، ده انت هتنوي الاستواك الاول نيه منفصله، وبعدين تنوي سنن الوضوء لحد ما توصل للوجه تنوي فرائض الوضوء،
واخد بالك ازاي؟ ده كلام الامام الرملي وده الراجح في المذهبين ده. او الداخله فيه يعني من السنن الداخله فيه بناء على ما قاله ابن حجر من انه بعد غسل الكفين فلا يحتاج الى نيه منفصله لشمول نيه الوضوء له، والمعتمد الاول كلام الرملي، المعتمد الاول اللي هو كلام الامام الرملي. وعليه فالسواك اول سنن الوضوء الفعليه الخارجه عنه، واما غسل الكفين فاول سنن الوضوء الفعليه الداخله فيه، والبسملة أول سنن الوضوء القولي، فهمت؟ والبسملة أول سنن الوضوء. وأما التسمية فأول سننه القولية الداخلة فيه، وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه. وبعدين ركعتين سنة الوضوء أول سننه الفعلية الخارجة عنه البعدية، وهكذا. فالوضوء ليه شغلانة عايزة رواق رواق عشان تنظمها في مخك، انت عارفها بس مش منظمها، ملخبطها كده. نظمها بقى علشان تعرف تعلمها للناس، خدت بالك؟ اما تنظمها تعرف تعلمها للناس. ويطلق السواك ايضا، اي كما يطلق على الاستياك اللي هو الفعل نفسه وهو الدلك الاسنان، من قوله فيما تقدم آلة السواك، فهذا يدل على أن الإضافة في ذلك ليست بيانية، ولما جعلها المحشي بيانية جعل هذا مستدركا لعلمه مما سبق على كلامه. والحق أن السواك له إطلاقان، الأول بمعنى الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وهذا هو المراد فيما سبق، والثاني بمعنى ما يستاك به وهو المراد هنا فلا استدراك. هو بيقول لك السواك مستحب، هو العود نفسه هو ده اللي مستحب ولا الفعل نفسه هو المستحب؟ يبقى ما يكلمك السواك مستحب يقصد الاستياك، فهمت بقى المعنى؟ من أراك، يبقى ايه احسن نوع للسواك انه يبقى من أراك، وده نوع من الشجر. من أراك ونحوه، بيان لما يستاك به. والأراك كسحاب شجر طويل ناعم كثير الأغصان يستاك بقضبانه. قال الشاعر: تالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك، وقبلت أغصانه الخضر فاك، فابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك. العرب يحبوا يلعبوا بالالفاظ، والمصريين اكثر ناس يحبوا يلعبوا بالالفاظ، فتمشي. تالله ان جزت بوادي الاراك وقبلت اغصانه الخضر فاك، فابعث الى المملوك من بعضها فانني والله ما لي سواك. يعني ما لي سواك، يعطيني سواك. وروي أن سيدنا عليا كرم الله وجهه رأى السيدة فاطمة زوجته بنت النبي تستاك، فقال: حظيت يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ده كلام سيدنا علي، كلام جميل. هو جايب لك هنا في التصحيح في الهامش بيقول لك ان البيت الشعر ده منقول ايه مش من البحر، ده عمله من البحر الرجل، هو كان مش كده. فبيقول ايه: هنيت يا عود الاراك بثغرها، ما خفت مني يا اراك اراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. وده من بحر الكامل، واخد بالك ازاي؟ مضمر اغلب الحشو مقطوع الضرب، ده اللي في علم العروض بقى، اللي يدرس علم العروض يفهم يعني ايه مقطوع الضرب، يعني ايه مضمر، ويعني ايه بحر الكامل، واخد بالك ازاي؟ فسيدنا علي بيقول ايه: هنيت يا عود الاراك بثغرها، يعني بفمها. شفت بقى ايه بيعاكس مراته بطريقه حلوه، بدل ما يعاكس الستات اللي ماشيين في الشارع. اي مراته
يقول لها حاجة حلوة تقوم تفرح هي حتى. هنيتا يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. والمراد بنحوه، يعني احنا قلنا عود أراك أو نحوه، المراد بنحوه كل خشن طاهر يزيل القلح. القلح اللي هي صفرة الأسنان دي. يقول لك استعمال سنانك مقلحة كده ليه؟ مش الناس البلدي يقول لك كده، اللي في الأرياف حتى اللي ما دخلوش أزهر ولا حاجة، مقلحة يعني مقلحة، مقلحة يعني مسفرة من شرب الشاي والأكل وما بتنضفهاش، تقوم تعمل. فالسواك فايدته يزيل هذا القلح اللي هو الصفرة، أي صفرة الأسنان، ولو نحو خرقة أو إصبع غيره الخشنة، إصبع غيره الخشنة المتصلة بيه بإذنه. يعني لقيت اللي واقف جنبك كده إيده خشنة كده وبتاع، وأنت ناسي السواك، تقول له لو سمحت ممكن بس إصبع حضرتك، وتروح ماسكه كده بتسوق بيه، تقول له متشكر. لازم تبقى متصلة بيه. لكن لقيت صباع مقطوع، واخد بالك ازاي، ولقيته خشن، ما ينفعش تاخده وتستعمله سواك، لان الواجب فيه دفنه، فلازم تبقى متصلة بيه ولازم يبقى باذنه، وما ينفعش ايدك صباعك انت، لان لا يسمى اصبعك المتصل فيك سواك، لانه ده صباعك. لا ما ينفع، يلف حواليه خرقة، يلف حواليه خرقة او منديل كلينكس عشان يبقى ينفع. والمراد ولو نحو خرقة أو إصبع غيره الخشنة المتصلة من حي بإذنه، بخلاف إصبع نفسه ولو خشن على المعتمد، لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له، وإصبع غيره غير الخشنة لأنها لا تزيل القلح. لو صباع اللي جنبك ومش خشنة ناعمة برضه ما تنفعش. والمنفصلة صباع منفصل لأنه يطلب ممارستها، ما ينفعش برضه لأنه يطلب دفنها. وكذلك إن كانت من ميت، يعني لقيت ميت كده وأنت راجل بتشتغل مغسل وعايز تتسوق، فلقيت صباعه خشن كده فرحت ماسكه قبل ما تغسله، ما ينفع لأنك ما استأذنتوش، ده مات مش هتعرف تستأذنه، لازم يبقى حي عشان تستأذنه. ها؟ يبقى يسوقه ما يجراش حاجة. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على انه ايه؟ لازم يبقى انسان حي. لانها لا تزيل، والمنفصله لانه يطلب مواراتها. وكذلك اذا كانت من ميت واذا كانت من غير اذنه حرم، مع الاجزاء عند عدم علم رضاه. يعني وهو نايم نومه تقيل كده، رحت واخد ايده ورحت متسوق بيه، وهو ما كانش يعرف، فصحي لقاك عملت كده، يبقى حرام. لكنه تم الاستياك، خدت ثواب سنه السواك واثمت لانك اذيت مسلم. فهمت ازاي؟ والاستياك بالاراك افضل، ثم بجريد النخل، ثم الزيتون، ثم ذي الريح الطيبه، ثم غيره من بقيه العيدان، وفي معناه الخرقه. فهذه خمس مراتب يدخل فيها فرشة السنان بقى الجديدة دي، ويجري في كل واحدة من هذه الخمس خمس مراتب، فالجملة 25، لأن أفضل الأراك يبقى مندى بالمية الأول، مندى بالماء يعني تبله بالمية الأول عشان ما يعوركش، ثم المندى بماء الورد، مفيش مية أنا أديه مية الورد دي نمرة اتنين، ثم المندى بالريق، لا ده ولا ده، اهما ايه انا اديه بريق شويه علشان اطريه وبعدين اعمل. ثم اليابس غير المندى، ثم الرطب بنفسه، يعني لسه ما نشفش، يبقى دي خمس مرات بفتح الراء وسكون الطاء، ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وبعضهم يقدم الرطب على اليابس، وكذا يقال في الجريدة، وهكذا. نعم، نحو الخرقة لا يتأتى فيه المرتبة الخامسة انها تبقى رطبة بذاتها، لان الخرقة يا مترطبة بالمية يا ناشفة، لانك ما بتزرعهاش، ولا انتوا بتزرعوا القماش عندكم، هو اصله مزروع لانه قطن، لكنه بيتحول بعد كده يبقى نسيج.
ويستثنى من ذي الريح الطيبة عود الريحان، فإنه يكره الاستياك به لما قيل من أنه يورث الجذام والعياذ بالله تعالى. كان مشهور عند الإمام الشيخ البيجوري في عصره إن الاستياك بعود الريحان يورث الجذام. لحد دلوقتي طريقة نقل عدوى الجذام غير معلومة إلى يومنا هذا، مش معروف. الجذام ده مرض معدي، طب طريقة العدوى بتيجي من ريقه، بتيجي من رذاذ فمه، طب بتيجي من الاحتكاك بجسمه، طب بتيجي ازاي يعني؟ بتيجي من بوله، بتيجي من برازه، بتيجي من هدومه. جذام مرض اسمه ليبروزي، جذام ده بيصيب الاعصاب الطرفية للاحساس، فيفقد الاحساس في الاطراف، تقوم الاطراف تتعور منك وانت مش حاسس بيها، تقوم تنتهي في الاخر ان الواحد كل شوية صباع يضيع منه، صباع يضيع منه، في الاخر تلاقي ايديه متقرطمة منه ورجليه متقرطمة منه، واخد بالك ازاي؟ بالاضافة لانه ساعات يجي في الانف فيكبرها كده، وساعات يجي في الاعصاب الطرفية بتاع الوجه اللي هي مدية احساس فتورمه، فيدي شكلك يبقى شكل المريض يعني عافاك الله، يجعله شكله زي الاسد كده، يبقى وشه كده متختخ تختخ تختخ كده، فيسموه لايون فيس يعني وجه الاسد، متصور في كتب الطب، وممكن كنت اجيب لكم انا كتب الجراحه اتفرجوا عليه. بييجوا عندنا مرضى ساعات جذام كتير من بني سويف، ما اعرفش ليه بني سويف فيها مرضى بيجوا لي. ها؟ لو تمكن من الانسان، هو في دابسون اقراص اسمها دابسون بتتاخد، لكن تمنع ظهور اعراض جديده، لكن الخلل اللي حصل يفضل زي ما هو بقى، ملوش علاج، الخلل نفسه اللي حصل. فده مرض الجذام ربنا يعافينا منه. لحد دلوقتي مش معلوم طريقة العدوى بتاعه، هو سببه ميكروب بكتيري زي الدرن، زي ميكروب الدرن السل الرئوي، في نوع تاني اسمه تيوبركلويد ليبري، يعني بكتيريا عنقودية جذامية بالعربي كده، اما تيجي تترجمها بقى، اما تيجي تترجم الطب، واخد بالك، ده يسببه البكتيريا دي. طب بتدخل الجسم ازاي؟ من شق الجلد، عن طريق البلع، عن طريق النفس، ما نعرفش لحد دلوقتي، الاطباء كلهم ما يعرفوش على مستوى العالم. لكن هو المعروف ان اللي بيحتك بمريض الجذام فتره طويله بيتعب، يعني اللي عايش مع مريض جذام سنين ممكن يتعب، سنين، مش مجرد لمسه كده، يعني لازم تعيش معاه سنين. فبياخدوهم في اماكن كده، في عندنا هنا عند السيده عائشه في عياده جذام وعاملين فيها بيعالجوا فيه. لكن الحمد لله دلوقتي بقى ليه علاج الدابسون ده، يعني بياخد كورس دابسون ويرجع اسرته تاني يعيش معاها، بس بيعيش بقى مسكين عنده. انت ما بتشوفش واحد مره وانت راكب الاتوبيس تلاقي ايديه متقرطمه منه كده وصابه ومش عارف ايه وعامله ايه ومشدوده منه وعامله كده بتاع، بيبقى غالبا بيبقى عنده جذام ده، واخد بالك؟ او تلاقي ساعات مناخيره متاكله، ساعات مناخيره تتاكل وتلاقي اتفتحت. شفت انت واحد كده؟ احنا كان زمان وانا بروح المدرسه في ابتدائي كان في راجل بيبيع فجل جنب المدرسه، كان مناخيره كده، كنا نخوف بعض بيه واحنا اطفال صغيرين، اصل ايه بتاع دي باينه، تقدر تشوف يعني كانك شويه وهتشوف بقه من مناخيره من كتر ما هي مفتوحه كده، واخد. فدي بتبقى ايه، ربنا ينجينا يعني. كان زمان بيعتقدوا ان الريحان ده، صحصحته انتوا لما قعدت اشرح لكم طب، وبتناموا واحنا بنتكلم في الفيلم، نقلبها بقى قصر عيد. فالمهم، كان زمان بيعتقدوا ان عود الريحان ده لما تستعمله كده انه بيبقى متركب عليه مرض الجذام، فيقوم ايه يجي، لكن ما نقدرش نثبتها طبيا، ما نعرفش. لكن العلماء زمان كانوا بيقولوا كده، ما زال الانسان جاهل في علمه فكيف لا يكون جهولا في جهله، يعني ما زال الاطباء جهلة في طبهم، فما بالك بقى اللي جاهل بالطب اصلا زي ايه؟ فسبحانه فوق كل ذي علم عليم. قوله هو السواك، يحتمل ان السواك بمعنى الاستياك وهو ظاهر، ويحتمل انه بمعنى ما يستاك به من عود ونحوه، فيحتاج لتقدير مضاف، اي واستعمال السواك، وعليه جرى الشارح حيث قال اي استعماله، والاول احسن لعدم احتياجه الى التقدير. ولو عبر المصنف
يعني الاحسن لما نقول السواك بمعنى السياك احسن من ايه، ما نقول ان مقدر اي استعمال السواك. طب ما خلاص السواك بمعنى السياك مش محتاجين تقدير، فهمت المعنى؟ ادي الكلام، عشان كده بقول لك لان التقدير خلاف الاصل. ولو عبر المصنف بالاستياك كما عبر به في المنهج لكان اول، في المنهج لسيدنا زكريا الانصاري قوله مستحب اي استحبه الشارع وطلبه على وجه الاستحباب لمواظبته صلى الله عليه واله وسلم عليه، وذكر المصنف استحبابه في كل حال، فهو مستحب على كل حال في اي وقت، واخد بالك، على كل حال. ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال على مذهب الشافعي، ان يكره السواك للصائم بعد الزوال، يعني بعد ايه ان تميل الشمس الى في كبد السماء الى جهة الغرب بعد استوائها ويدخل وقت اذان الظهر، ده يسموه الزوال. الزوال يبقى تكره لحد ما يدن المغرب للصائم، من عند الزوال الى من اذان الظهر لحد ما يغرب الشمس، ده للصائم عند الشافعية، لأنها بتزيل الخلوف اللي هو أثر تغير فمه بسبب الصيام، وهذا التغير عند الله أطيب من ريح المسك، فهمت إزاي؟ فعلشان كده قالوا إن هي كدم الشهيد، دم الشهيد، الشهيد لا يغسل على مذهبنا كشافعية، فالشهيد لا يغسل على مذهب الشافعية، ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح رائحة المسك. فلا يزال لانه هو اتشرف بان دمه سال منه في سبيل الله، فما تزلش النشان بتاعه، ده نشان عنده خلاص، فتسيبه بقى بهذا النشان لانه هو عايز يقابل ربه كده، يا رب انا ازيد في سبيله خلاص، فهمت ازاي؟ فلا يزال. ثم ذكر تأكده، تأكد استعماله في ثلاث مواضع. وقد يجب السواك بقى، احنا قلنا انه مستحب، لكن ممكن يجب، ممكن يجب اذا نظره، نظر على نفسه ان يستعمل السواك قبل كل صلاه، فاذا نظر صار واجبا عليه ان يستعمله في قبل كل صلاه في حق. او يجب امتى ثاني؟ لو توقف على عليه على استعماله زوال نجاسه في اسنانه، يعني لثته بتخر دم وبعدين سنانه ايه اتبقعت بالدم ده وبقى لونها محمر والتصق الحمار الدم في اسنانه، فصار واجبا عليه استعمال السواك لازال النجاسه، فهمت ازاي؟ قبل ان يصلي. يبقى دي صور وجوب السواك، متى يجب السواك؟ تقوم تقول كده لما يجي الشيخ يسالك ايه حكم التسوك يا ابني، قلت تقول له مستحب في اي وقت، تقول له في كل حال إلا بعد الزوال للصائم حتى تغرب الشمس على مذهب الشافعية، أما المالكية فلا. طيب متى يجب؟ تقول له يجب في حالين، إذا نذره أو إذا توقفت إزالة النجاسة على استعماله. كويس، تبقى طالب مذاكر يروح إيه منجحك على طول. أو ريح كريه في نحو جمعة، يعني فمه ريحته كريهة، لكن لما بيستعمل الزواك بتدور الرائحة، يبقى يجب استعماله في الجمعة والأعياد في حق من كانت له رائحة كريهة في فمه تزول باستعمال الزواك، واخد بالك؟ يبقى دي الصورة الثالثة في وجوبه، وعلم أنه يؤذي غيره برائحة يعني. وقد يحرم، يبقى السواك التسوق حرام، اه لو استعمل سواك غيره بغير إذنه، يعني رحت انا واخد السواك بتاع واحد واستعملته بغير اذنه، ولا علم رضاه بغير اذنه ولا علم، لكن لو باذنه او علم رضاه يباح، لو باذنه او علم رضاه يبقى يباح، فان كان باذنه او علم رضاه لم يحرم ولم يكره، بل هو خلاف الاولى، لان الاولى ان دي حاجه خاصه كل واحد يستعملها لوحده، إن لم يكن للتبرك به، يبقى يجوز التبرك بآثار الصالحين أو العلماء بيقولوا خلافا للوهابية الذين لا يوجدون ذلك مطلقا، واخد بالك؟ بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به، أي للتبرك بهذا الصالح اللي إيه اللي بيستعمل هذا السواك، وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا
لم يكن خلاف الأول. يبقى لو كان راجل عالم وراجل ولي راجل صالح، وانت شايف انك انت مجرب الحكاية دي ان هو اثاره فيها بركة، واخد بالك؟ يعني انا كنت سمعت عن راجل ولي لم اقابله، كان موجود في القاهرة، وكان في مريض عنده حاجة اسمها بكر سيست قد كده، يعني حويصلة خلف ركبته، كيس مائي زلالي خلف الركبة، وكان واخد ميعاد في القصر العيني يدخل يعمل عملية. فجاي أيامها كنا صغيرين لسه، فالراجل جاب في الميعاد لقينا البتاع خفه، واخد ميعاد. ايه يا عم انت عملت العمليه بره؟ قال لي لا ما عملتش عمليه، مفيش اثر حتى جرح. وقلت اصل في راجل والي جنبنا، رحت له قلت له انا هعمل عمليه في القصر العيني، قال لي عمليه ايه؟ تعال. حط ايده عليا كده وقعد يقرا شويه، ورحت نمت، صحيت الصبح لقيتها خف. ففي ناس بركتها معروفه يعني مجربه عند بعض الناس، واخد بقى. بس للاسف ما خدتش عنوان الراجل اللي كنت عايز اروح اقابله. لكن يعني في ناس ربنا بيجري على ايديهم الشفاء باقل ايذاء ممكن، خدت بالك ازاي؟ ده وارد يعني موجود. في ناس وراث للنبي صلى الله عليه وسلم بتحصل كده، ما النبي كان يجي له الاعمى يمسح على عينيه يبصر، واخد بالك، ويدخل فيها يبصر صلى الله عليه وسلم، ويجي له اللي دراعه مقطوع في المعركه يروح سافل فيها ولزقها له ويشتغل يكمل بيها المعركه على طول. مش يقول له جبسها وتعالى لي بعد شهرين، لا على طول كده حاجات. فوراث النبي موجودين، ما زال في ناس صالحين ربنا يجري على ايديهم ما شاء من خير. فالفاعل هو الله على فكره، الفاعل هو، لكن على يد من شاء من عباده، على يد من شاء من عباده. يعني الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يظهر فضله عليه خلق ونسب اليه. هذه الحكايه كلها، فهو بس ان الله اراد ان يظهر فضله على بعض عباده فيجري هذه الاشياء. وما كان اصله الندب لا تعتريه الاباحه، يعني ما فيش حاجه اسمها ان يحتمل. احنا قلنا ان السواك قد يحرم استعماله، قد يجب استعماله، واصله مستحب. طب يباح استعماله؟ قال لك لا، كل مستحب لا تعتريه الاباحه، قاعده كده. كل مستحب في الشرع لا تعتريه الاباحه باي حال، فهمت؟ يعني ملهاش مثال يبقى مباح. امثلته يا اما مكروه يا اما مستحب يا اما حرام، فهمت ازاي؟ او خلاف الاول، فهمت ازاي؟ لكن عمره ما يجي مباح. ليه؟ لان القاعده كل مستحب لا تعتريه الاباحه، دي قاعده اعمل عليها اشاره كده عشان على اخر الكتاب تطلع قواعد مذهب الشافعيه من الكتاب. ده ممكن تتعمل رساله ماجستير دي، واخد بالك؟ قواعد مذهب الشافعيه مستخرجه من حاشيه البيجوري، وتتعمل رسالة ماجستير شغلانة ويسقفوا لك، وتبقى شغلانة علامة كبير عشان طلعت القواعد اللي قالها الإمام البيجوري في وسط شرحه للكلام ده. وما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة، دي قاعدة تاخد تحتها كده وتقول قاعدة قاف مثلا. وأقله مرة، أقله مرة يعني أقل السواك أقل التسوف مرة، كويس؟ وأكمله ثلاث مرات، ما لم يكن لتغير الفم. إن كان لتغير الفم فتفضل تستعمله لحد ما يزول التغير بالعدد بقى، وإلا فلا بد من زواله. في كل حال يعني يستعمله في كل حال، وهو قايم وهو قاعد وهو نايم، مش شرط يعني يبقى لازم يبقى قاعد. في كل حال أي كقيام وقعود واضطجاع وغيرها، لأن الحال ما عليه الإنسان من خير أو شر في كلام المصنف حذف والتقدير، وفي كل زمن أيضا لأجل الاستثناء الذي ذكره بقوله إلا بعد الزوال، فاستثنى أزمنة، فهو استثناء من محذوف، وبهذا التقدير يصير الاستثناء متصلا، يعني مستثنى مما سبق، إنما يبقى منقطع لما يبقى مستثنى من غير سابق، يسموه استثناء منقطع. وإن لم يلاحظ ذلك فهو استثناء منقطع، زي ما تقول لا إله إلا الله، هو في إله إلا الله؟ يبقى استثناء منقطع، مش في آلهة يعني وبعدين إحنا بنعبد الله منهم، فهمت إزاي؟ فلازم لابد يبقى الاستثناء منقطع، فهمت؟ أي لا يوجد إله إلا الله، أي معنى الاستثناء المنقطع يعني لا يوجد إله إلا الله أصلا، فهمت ازاي؟ ولا يكره تنزيها، اي كراهه التنزيه،
وإنما ذكر الشارع ذلك مع أنه معلوم من الاستحباب، لأن ظاهر كلام المصنف أن الاستثناء من الاستحباب، فيفيد أنه بعد الزوال للصائم لا يستحب، لكن مش مكروه، لا يستحب لكن مش مكروه، خلاف الأولى، بس خلاف الأول. فأفاد الشارح أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر ليفيد أنه بعد الزوال للصائم يكره، ولو جعل الاستثناء من الاستحباب كما هو ظاهر المتن وأردفه بالكراهة، كان يقول إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره، لكان أولى، يبقى أسهل. يبقى بعد الزوال مكروه، بعد الزوال مكروه للصائم. كراهة التنزيه عند الشافعية، لأن مفيش حاجة اسمها كراهة التحريم عند الشافعية إلا في القليل النادر في بعض أحكام الحج. أما الأحناف فعندهم الكراهة كراهتان، كراهة تحريم وكراهة تنزيه في مذهبهم. أما الشافعية فعندهمش إلا كراهة نوع واحد وهو للتنزيه. والكراهة للتنزيه هي ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، دي الكراهة للتنزيه. إلا بعد الزوال، أي زوال الشمس. زالت يعني مالت، الزوال يعني ميل الشمس من كبد السماء كده لحد ما تيجي جهة الغرب، يقوم يدا الظهر عرض، أي ميلها إلى جهة الغرب ولو تقديرا، كما في أيام الدجال. أيام الدجال إحنا هنقدر صلاة الظهر، اليوم اللي هيظهر فيه الدجال هيقعد سنة منور نهار، فهمت إزاي؟ فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم هيكفينا فيه صلاة يوم واحد 5 فرائض، ولا نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني هنعمل حسابنا، نروح نصليين الفجر، وعارفين احنا المسافة من الفجر للظهر مثلا 6 ساعات، بعد 6 ساعات نأذن الظهر، والمسافة من الظهر للعصر 2:30، نروح مأذنين العصر بعد 2:30، والمسافة من العصر للمغرب 3 ساعات، نروح مأذنين المغرب ونصليين، والشمس طالعة أو الشمس طالعة، نقول صلاة المغرب، ويجي العشاء بعدها بساعة ونص، وبعدها ب8 ساعات نأذن الفجر، وهكذا تمشي الأمور، يبقى اقدروا له قدره. فقال لك إن علشان كده بيقول لك إن يكره بعد الزوال ولو تقديرا، كما في أيام إيه؟ الدجال. أو لو طلعت في المريخ، أصل اليوم في المريخ غير اليوم في الأرض، طب هتصلي أنت بقى 5 فرائض بيوم المريخ ولا بيوم الأرض؟ بيوم الأرض، من حديث النبي قدروا له قدره. يبقى أنت هتتعبد بيوم الأرض وأنت قاعد في المريخ؟ أه وأنت قاعد في المريخ. يبقى قابلني يعني لو طلعت المريخ، لكن لو حصل زي برضه في بلاد يقعد النهار 6 شهور والليل 6 شهور، يبقى اقدروا له قدره. خدت بالك ازاي؟ وهكذا. ولو تقديرا كما في ايام الدجال، اصل الدجال هيقعد 40 يوم، اول يوم كسنه، وتاني يوم كشهر، وتالت يوم اسبوع، يقعد اسبوع الشمس طالعه، وبعد كده يستقر ايه دوران الشمس مرة أخرى، وحركة الأرض تستقر مرة أخرى، واخد بالك؟ وبقية الأيام الـ40 كبقية أيام، يرجع اليوم 24 ساعة زي زمان. خدت بالك إزاي؟ ومحل التقييد بقوله بعد الزوال إذا لم يكن مواصلا. لو كان مواصل بيصوم 2 و3 ورا بعض ما بيفطرش، ده مكروه، الصورة دي مكروهة منهي عنها. وقد تحرم إن ضعف ضعفا شديدا. لكن بعض العلماء زي سيدنا عبد الله التستوري قال لك إنه وصل 40 يوما. خلاص ما يجراش حاجة. في ناس قالوا كده، وفي ناس وصلت 25 يوم، وناس وصلت 12 يوم. في الزهد، من الزهاد إذا غلبت عليه حياته الروحانية يصبح جسده احتياجه للغذاء قليل نادر، بل يتغذى بالذكر. لأن يصبح كالملائكة. الملائكة غذاها الذكر. واخد بالك ازاي؟ اذا ذكرت شبعت. ففي بعض الناس بتصل الى هذه الحاله الراقيه، لكن دول نادرين قوي. لو لقينا دول يبقى نقول له انه مكروه من اول النهار مش من الزوال، لان هو مستمر. فهمت ازاي؟ يبقى يكره من اول زوال اول يوم، ومستمر الكراهه لحد ما يفطر بقى بعد 2 3. ادي معنى للمواصل. اتفضل. بعد الزوال اذا لم يكن مواصلا،
مواصلا الصيام يعني ورا بعضه. واحنا قلنا ان الصورة دي مكروهة والنبي نهى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم مكروهة مش حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقاهم بيواصلوا معاه وهو بيواصل فايه راح واصل وسابهم وقال ايه، وقال ان لولا ان رمضان جه او العيد جه مش فاكر كان حاجة كده يعني، دخل عليه عيد نحر او حاجة فاضطر بقى يفطر، يقول لولا ذلك لأكثرت عليهم حتى يعني ايه يمتنع المتنطعون اللي هم اللي بيتنطعوا يعني وعايزين يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اني لست كهيئتكم ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. فكان يواصل صلى الله عليه وسلم كثيرا عدة ايام متتالية دون ان يشرب ماء او يفطر. فلما الصحابة قلدته نهاهم، وكان النهي هنا شفقة للكراهة، ولذا فعله بعض الأولياء ولكن دون تكلف، يعني يجي طبيعي كده لو لقيت نفسك عندك القدرة وربنا قواك وما ضعفتش وحبيت يعني تجرب جرب، هتندم هتعيا بقى وتعمل لنا مشاكل. وإلا فيكره من أول النهار يعني للمواطن، واخد بالك؟ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغير حينئذ من اثر الطعام، يعني الصائم مسموح ليه انه يستعمل السواك من الفجر لحد قبل الظهر. ليه؟ لان التغير اللي في فمه من اثر طعام السحور. لكن بعد الظهر هيبقى الاثر اللي في فمه من اثر الصيام بقى. فهمت ازاي؟ فهو مباح ليه يستعمل، يستحب ان يستعمله للصائم من اول الفجر لحد اذان الظهر. بعد كده نقول له مكروه عند الشافعيه. المالكيه يجيزه. واخد بالك ازاي؟ ان هم يستعملوا السواك بل مستحب حتى للصائم الى غروب الشمس. فلما تروح كده تلاقي واحد في المسجد وفي رمضان وبيستعمل السواك قبل المغرب، سيبه في حاله يعني ما تحصلش بقى وتقول له لا مكروه، يمكن مالكي. فهمت ازاي؟ الشافعيه لكن المالكيه يجيز. واحنا قايلين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما اتفق عليه. لما في امر خلافي خلاص ما تلزمش الناس بمذهبك. تسيب الناس بقى براحتها. خدت بالك؟ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغير حينئذ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل، لأنه ما تعاطاش أصلا طعام ليلا فيبقى مكروه من أول. ويكره بعد الزوال أو قبله في المواصل ولو لنحو وضوء أو صلاة مثلا، مراعاة للأقل الذي هو الصوم، فإنه أقل من نحو الوضوء والصلاة. ومن قواعدهم، أي قاعدة ثانية هتجي لك النهاردة، مراعاة الأقل، يراعى الأقل. يعني لو عندك عملين، عمل بيتعمل كتير وعمل بيتعمل قليل، واخد بالك ازاي؟ وفي عبادة متعلقة بالإيه، بالعمل بأحدهما، تقدم أيهما؟ تقدم العبادة المتعلقة بالأقل. فهمت ازاي؟ فاحنا قايلين ان السواك يجوز استعماله او مستحب استعماله للصائم قبل الزوال ومكروه بعد الزوال، لكن مستحب قبل كل صلاه وقبل كل وضوء. الوضوء والصلاه اكثر من الصيام، صح ولا لا؟ من حيث التكرار، والصوم اقل. يبقى انا اراعي كراهه السواك بعد الزوال ولا اراعي استحبابه قبل كل وضوء؟ اراعي الاقل، يبقى الحكم يمشي للاقل. ادي قاعدة اهي اعرف عشان تبقى راجل فقيه محترم. فهمت ازاي؟ يبقى نراعي الاقل. مراعاة الاقل، ان الحكم ان الحكم ينبني مع الاقل. اقل حدوثا او اقل تكررا. اقل حدوثا او اقل تكررا. ما هي؟ ان يراعى الاقل في الحكم. واخد بالك ازاي؟ في حالة إن كان هناك أمران أحدهما يتكرر كثيرا والآخر يتكرر قليلا، وكان الأمر المتكرر كثيرا متعلق به عبادة واحدة، مع القليل مكروه ومع الكثير مستحب، فيقدم الكراهة مع الأقل. وتدي مثال حكاية إيه؟ استعمال السواك عشان تعرفها، لأن بالمثال تفهم القاعدة. نعم، إن تغير الفم بنحو أكل ناسيا أو نوم لم يكره. افرض هو نسي
عندنا كشافعية الصائم إذا نسي وأكل وشرب، يا رب ياكل بطة كاملة، ناس يكمل صيامه وصيامه صحيح، سواء كان فرض أو سنة صيامه صحيح. وفي الحالة دي نقول له استعمل السواك بقى، لأن أنت دلوقتي طينتها صين، ده أنت كلب. هو كلب بعد العصر، كلب بعد العصر ناسي إنه صايم خالص، دخل وقاعد هو عايش في بيته لوحده. ما هو لو كان عايش مع أهله هيفكروه، لكن هو راجل عازب كده وقاعد لوحده، ورجع من شغله كده وفتح الثلاجة بعد العصر وناسي خالص إنه صايم، ورجع الشهر مثلا شرب الإزازة وراح مطلع الأكل وكل. وبعد ما كان بيفتح الراديو فقالوا له نقدم لكم قرآن قبل مدفع الإفطار، قال يا خبر اسود ده احنا في رمضان، ايه ده؟ يبقى افتكر، خدت بالك؟ يمسك ويبقى صيامه صحيح وليس عليه إعادة. فهمت ازاي؟ ليس عليه إعادة، هو صيامه صحيح لأنه ناسي. لكن عارف لو افتكر وهو بيمضي وبعدين راح بالع بطل صلاته. يبقى اول ما يتذكر يكفل البق ما يبلعوش بقى، اول ما يتذكر واخد بالك، واللي سبق خلاص ما يجراش حاجه. في الحاله دي نقول له استعمل السواك ولو بعد الزوال، لانك اكلت ناسيا من اجل ايه؟ تغير الفم بالاكل. فهمت ازاي؟ او مثلا نايم، نام من بعد الزوال وهو صائم، واخد بالك ازاي؟ فتغير فمه بسبب النوم لا بسبب الصوم، يعني بسبب النوم والصوم وتغير بقى ريحته يعني فظيعه، مش الصوم المعتاد يغير كده. نقول له لا، ممكن تستعمل السواك لان التغير الزائد هنا كان بسبب النوم لا بسبب الصوم. ايوه ما شاء الله، فاهم حاجه؟ تعرف العربيه؟ حبة حبة ما يقعد معانا كده هيعرف كل حاجة إن شاء الله. الفرنسية؟ أنا كنت زمان بعرف فرنساوي ورحت باريس سنة 76، وبعدين لما بطلت أروح من ساعتها نسيت حتى الكلمتين اللي كنت بمشي حالي بيهم. كانوا بعرف كومان سافا حاجات كده، كومان سافير. لا إن شاء الله هو ما يقعد معانا مع المسلمين والعرب كده هيلقط اللغة، لأن أحسن حاجة في اللغة الاحتكاك، مع الاحتكاك هيتعلم، وبعد كده بقى هيقول لك كل حاجة، هيكلمك حتى بطريقة المصريين العادية، يقول لك إيه إحنا اللي دهنا الهوا دوب. للصائم أي ولو حكما فيدخل يعني افرض، يعني إيه صائم حكما؟ هو في صائم حكما؟ اصل افرض ان هو نسي ينوي، احنا عندنا النية تشترط قبل الفجر في رمضان كل يوم، كويس؟ الشافعية رأيهم كده، يعني ما يكفيش نية شهر واحد، الأحناف يجيزوا انك اول شهر رمضان تقول نويت صيام شهر رمضان هذا العام، اللهم تقبله منه خلاص، وما تنويش بقى تاني، تكفي تنسحب على بقية الأيام. الأحناف، الشافعية لا، قال لك دي عبادة منفصلة بدليل أنه لو بطل صيامه يوم بتعيد يوم واحد ما بتعيدش الشهر، فيبقى النية ما بتنسحبش على كله، وكلام الشافعية قوي، لكن كلام الأحناف يراعى رحمة بالعباد علشان ما تتعبهمش، واخد بالك؟ فلو أنت راجل بقى شافعي وفاهم الحكاية دي وجيت من شغلك رحت نايم قبل المغرب صحيت بعد الفجر، أنت نايم قبل المغرب على أنك هتقوم تفطر وتبقى تصلي التراويح وهتنوي الشغلانه دي كلها، لان النيه لليوم اللي يليه ما يدخلش الا بعد غروب الشمس. بعد ايه؟ بعد غروب الشمس. فهو نام بعد ما صلى العصر وبعدين ظبط المنبه وعمل، لكن صحي لقى ايه؟ الفجر ابدا ثاني يوم، ما بيتش النيه. نقول له هتمسك هنا، انت صائم حكما بس مش حقيقه، حرمه للشهر، وعليك تعيد اليوم. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه صائم حكما. فهمت؟ يعني في حكم الصائم ولكن ليس بصائم. ولا يأثم لأنه كان نايم. لا يأثم لأنه كان نايم. لكن صيامه باطل ما ينفعش لأنه ما بيتش النية. فهمت؟
ادي معنى اي ولو حكما، فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان فامسك فهو في حكم الصائم على المعتمد. يبقى في الحالة دي يكره الاستعمال برضو السواك بعد الزواج، فهمت ازاي؟ وهو صائم حكما، خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب والخطيب الشربيني من عدم الكراهة للممسك، لأنه من عدم الكراهة للممسك لأنه ليس في صيام، وإنما كره السواك للصائم لأطيبية خلوفه بضم الخاء أي ريح فمه، كما في خبر لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك. والمطلوب في نحو الجمعة أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم، وأطيبيته تفيد طلب إبقائه، وإنما قيد بكونه بعد الزوال لأنه يدل عليه خبر. ليه قالوا بعد الزوال الشافعية؟ يبقى احنا عرفنا ان الخلوف ده شيء طيب عند الله، يبقى الحاجة الطيبة عند الله حقي ان انا نزلهاش. طب وانا عرفت منين ان الخلوف ده يجي بعد الزوال؟ واخد بالك بإشارة الحديث ده اللي هو أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة منه نظر الله إليهم أي نظر رحمة، ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا، وأما الثانية فإنهم يمسون. شوف النبي بيقول يمسون، والمساء يبتدي بعد الزوال، ففهموا من هنا أن بعد الزوال يبقى ميت، وأنهم فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أي قرب أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامته، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. اللهم بلغنا رمضان يا رب. فقال رجل أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ يعني في آخر ليلة دي هي دي ليلة القدر؟ قال لا، ألم تر أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ رواه الحسن بن سعيد وغيره. فقيد في الحديث بالمساء يمسون، فعرفوا أن الزوال ده كلام الشافعي، وهو إنما يكون من بعد الزوال، فإن قيل الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص، وهو منتف هنا بيرد على الملكية، بس الملكية هم اللي عملوا لنا الأزعرينا دي كشافعية، قالوا لنا مش مكروه، أنتوا جبتوا منين الكراهة؟ والنبي نهى صلى الله عليه وسلم، النبي ما نهاش، فهمت إزاي؟ وانتم منين جبتوها يعني من بعد الزواج؟ فهمت ازاي؟ فالملكيه قالوا للشافعيه كده زنقوهم. منين تجيبوها من بعد الزواج؟ منين قلتوا انها مكروهه والكراهه لا تكون الا بنهي؟ فهمت؟ فادي بيجيب لك وجهه نظر الشافعيه. قلنا لهم احنا قلنا من المساء من الحديث ده يمسون وخلوف فم الصائم. فهمت ازاي؟ وقلنا منين الكراهه؟ هيقول لك بقى. ومحل الكراهه أجيب بأنه غير معتبر عند المتقدمين، يعني النهي المخصوص غير معتبر عند المتقدمين، مع أنه قد يقوم مقامه، قد يقوم مقام النهي اشتداد طلب الشيء، اشتداد طلب الشيء، كما يعلم من كلامهم في مواضع، والأقرب لكلامهم كراهة إزالته ولو بغير السواك، كما هو مقتضى طلب إبقائه. ومحل الكراهة إذا سوك الصائم نفسه، فإن سوكه الغير بغير إذنه حرم لتفويته الفضيلة على غيره. ومثل ذلك، مثل الحكاية دي إزالة دم الشهيد، مثل هذا الموضوع إزالة دم الشهيد، فإن أزاله هو، إن أزاله الشهيد نفسه بإيده قبل ما يموت، فإن أزاله هو بأن جرح جرحا يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره، وإن أزله غيره في حياته بغير إذنه أو بعد موته حرم لتفويته الفضيلة على غيره.
اللي هي فضيلة انه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا يزيله فرضا او نفلا. يعني هم قاسوا الكراهة بالرغم ان لم يأتي كراهة على كراهة ازالة دم الشهيد، فقال اذا كان ازالة دم الشهيد مكروه لانها علامة العبادة وعلامة الشرف، واخد بالك ازاي؟ فالخلوف ايضا شيء مطلوب عند الله ومحبوب وهو اثر للعبادة، فيبقى عرفنا من هنا ان اثر العبادة لا يزال. فهمت ازاي؟ حتى لدرجة ان الانسان لما هو بيصلي مكروه انه يمسح التراب اللي على جبهته وهو جوه الصلاة، لانه اثر السجود اثر العبادة. فيبقى عرفنا من الشرع الشريف ان الشرع يحترم اثر العبادة ولا يطلب ازالتها، بل يطلب ان تكون موجودة فتكون ازالتها مكروه وان لم يأتي نهي عنها. فهمت المسألة؟ فقاسوها على هذا. ها؟ منتفن النهي، يعني مفيش نهي. يعني النهي المقصود غير معتبر. أنا ليا أن عند المتقدمين اللي قالوا بالكراهة، المتقدمين من الشافعية اللي قالوا بالكراهة، ليه؟ لأن هم نظروا إلى القاعدة العامة من الشرع الشريف أن الشرع يحترم أثر الطاعة ويكره ازالتها كدم الشهيد وكالتراب اللي على الجبهه وغير ذلك، فيبقى الخلوف زيه. فهمت المساله بقى؟ ادي رايه. وسواء كان الصيام ده فرضا او نفلا، تعميم في الصوم المعلوم من الصائم، وتزول الكراهه بغروب الشمس. نقف عند دي بقى، وتزول الكراهه بغروب الشمس. نقف عند هذا الحد، في سؤالين بس هنقولهم وبعدين نقيم الصلاه ان شاء الله. بيقول شخص غير نيته في أثناء الصلاة من صلاة سنة إلى صلاة فرض، فهل يجوز ذلك؟ بطلت صلاة؟ تغيير النية داخل الصلاة يبطلها. النية يشترط فيها الجزم، أن تكون جازما غير مترددا، وأن تستمر جازما فيها إلى نهايتها. كويس؟ فإن غيرت النية بطلت. لكن يجوز تغيير النية من فرض إلى سنة، لأن الفرض أعلى، فيجوز تغييره إلى السنة الأدنى. خدت بالك؟ لكن ما ينفعش اغيرها من فرض الى فرض اخر او من سنة الى فرض. واضح؟ بس ايوه. يجوز تغيير النية من سنة لسنة. ايوه، انما احنا بنتكلم من سنة الى فرض او من فرض لفرض تبطل الصلاة. من سنة لسنة. كأن تقول مثلا في نيتك انك تصلي ركعتين فروحت مزودهم 4، تمشي لانها تطوع. خدت بقى؟ ما فيهاش مشكله دي. الشافعيه يستحبوا التلفظ ويقولون انه بدعه مستحبه، والمالكيه يقولوا ان التلفظ بدعه مكروهه فما تعملهاش. ده المالكيه. الشافعيه يجيزونها بل يستحبونها لمن يصعب عليه استحضار النية بقلبه لانشغاله في أمور دنياه، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاس. إحنا شافعية تمشي مرة الشافعية. لا يا الشيخ شافعي، هو الشيخ قدامك هو شافعي، يقول لك تمشي مع الشيخ شافعية. إحنا قاعدين بندي درس شافعي يا ابني، تمشي مع الشافعية. والشافعي هو الوحيد اللي في المذاهب الأربعة اللي مدفون هنا في مصر، يعني هو صاحب البلد. خلاص تمشي مع الشافعي على طول. ايوه. والناس العوام كلها ما هي شافعيه بالسليقه. كله يقف يقول نعم الله الله اكبر. هم شافعيه بالسليقه كده. بدون ايه؟ بدون ما يشعروا. ليه؟ لان شافوا ابائهم بيعملوا كده واجدادهم بيعملوا كده لحد الامام الشافعي. فتوارثوها. ايوه. احنا قربنا نقيم الصلاه. خلاص الناس زهقت. بس انا شفتك كده اتحركت كده. الثالثة السؤال الثاني. وهل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة النافلة؟ ممكن. تنوي سنة راتبة ومعها قضاء حاجة ومعها استخارة ومعها سنة وضوء ومعها تحية مسجد، كل ده في ركعتين تمشي. ما يجراش حاجة. خدت بالك؟ أيوه.
الصلاة في وقت الكراهة. في وقت الكراهة. لا، انت بتسأل على حكم الصلاة في وقت الكراهة، مش هو ده السؤال؟ الصلاة في وقت الكراهة إن كانت لها على مذهب الشافعية، هقول لكم الشافعية بقى مش هلخبطكم، هقول لكم مذهب واحد عشان احنا انتم مصليين بين النبي. أنا ليه بحب أقول لك المذاهب الثانية؟ عشان أنت تمشي على الشافعية وتحترم اللي بيعمل غير كده، عشان تبقى راجل كده صدرك متسع تحترم خلاف الأمة كلها. فأنت لما تبقى عارف تبقى صدرك متسع، تلاقي واحد غيرك بيعمل حاجة تانية تعرف على طول إن ده كده جائز برضه وحلو. فهمت المسألة؟ لكن العمل تمشي على اللي بقوله لك، تنفذ اللي بقوله لك. فهمت ازاي؟ لأن أصبحت حجة عليك. الكلام ده أصبح حجة عليك، حضرت إيه اللي جابك النهاردة؟ بقى حجة عليك، تقيمه على طول تمشي عليه. فالشافعية رأيهم إن وقت كراهة الصلاة، يعني وقت النهي عن الصلاة كبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، و عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول، يعني قبل الظهر بثلث ساعة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وحين الغروب، كل دي أوقات تكره فيها الصلاة. طيب هل تكره الصلاة مطلقا ولا المسألة عايزة تفصيل؟ الشافعية قالوا إن كانت الصلاة لها سبب سابق عليها فله أن يفعلها في وقت الكراهة. سابق عليها يعني إيه؟ لها سبب سابق لها، كأن تكون صلاة فائتة انت تذكرتها في وقت الكراهه فتصلي، دي اسمها سببها سابق عليه. او صلاه سنه وضوء فهي سببها سابق عليها وهو ان تتوضا، او تحيه المسجد لان سببها سابق عليها وهو الدخول للمسجد، كل ده يصلى عند الشافعيه في وقت الكراهه لا باس. او صلاه الجنازه لان سببها ان الرجل مات الاول، واخد بالك، وغسلوه ولا هتصلي عليه مقدم، ده لازم يكون سببها سابق. يبقى كل صلاة سببها سابق عليها كويس يجوز صلاتها في وقت الكراهة عند الشافعية. واضح؟ أو يكون سببها مقارن لها، مقارن لها يعني مطابق ليها، كصلاة الخسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء بسبب جفاف تصليها في وقت الكراهة لأن سببها مطابق لها. أنا بصلي استسقاء عشان الجفاف، فالجفاف يعني مقارن للصلاة بتاعتي. فهمت ازاي؟ وكذلك خسوف الشمس وكسوف الشمس مقارن ايه لصلاة. افرض خسفت الشمس بعد العصر، أصلي صلاة الخسوف عند الشافعية لأنها سببها مقارن، ولا أصليه على المالكية لأنها وقت كراهة. واضح؟ صلاة الجنازة عند المالكية لا تصلى في وقت الكراهة، يعني الراجل مات وجاء بعد العصر، نقول لهم استنوا اما نصلي المغرب نبقى ايه؟ نصلي عليه. يجي لك الناس يتخانقوا معك عايزين نلحق ندفنه في النور، نقول لهم خلاص صلوا على مذهب الشافعي. صلوا على مذهب الشافعي، خدت بالك؟ لأنها لها سبب سابق. إذا كان لها سبب متأخر عليها يبقى هي دي المكروهة اللي النبي نهى عنها. إذا كان سببها متأخر عليها جاي بعدها، كصلاة الاستخارة، صلاة قضاء الحاجة، دي سببها بتعملها علشان تدعي بعدها، يبقى دي ما تصليهاش في وقت الكراهة. أو مطلق نافلة، أو صلاة سنة الإحرام لأن سببها أنا بصليها علشان أحرم بعدها، يبقى سببها جاي بعدها، يبقى هنا مكروه ما تصليهاش وقت الكراهة. خدت بالك إزاي؟ ده خلاصة المسألة. نيجي سؤال تاني، واحد سألني وأنا بتوضأ بيقول إيه حكم النوادي اللي الناس بتشترك فيها زي النادي الاهلي والنادي الصيد والنادي النوادي الحاجات دي، ايه حكمها؟ والله انا ليا راي خاص ولا الزمكم بيه، انا اعتقد انها حرام، واخد بالك، وهذا ما ادين به عند ربي لاسباب كثيره، منها اولا ارتفاع ثمنها، فهو دفع اموال بلا كثيره بلا طائل، دي حاجه. ده بعض النوادي بياخدوا بال 40,000 وال 30,000، واخد بالك ازاي؟ يبقى اول سبب. ثاني سبب وهو الاهم، انها ضياع لوقت لوقتك، الوقت اللي انت ممكن تستثمره في حاجه مفيده بتروح تقضيه في النادي تقعد. الحاجه الثالثه انها فيها اختلاط الرجال بالنساء، واختلاط الرجال بالنساء حرام. والحاجه الرابعه اختلاط الاطفال الاولاد في سن خطير،
مع اولاد تانيين في سن خطير يوميا في مكان واحد، فيتعلموا الادمان ويتعلموا قلة الادب ويتعلموا كل حاجة، واخد بالك ازاي؟ دي حاجة. لكن العيال عايزة تلعب رياضة، ما فيش مانع نشترك لهم في نادي رياضي يلعب رياضة، مش يروح يطيع كل يوم يقعد من العصر لحد بعد العشاء قاعد يشرب شاي ويعاكس البنات، وتقول لي ده نادي رياضي ويضيع عليه الصلوات ويضيع عليه حفظ القرآن ويضيع عليه الأخلاق الحلوة. أنا ليا واحد صديقي ودكتور مشهور، ابنه كان طالع الأول في الثانوية العامة وهو عضو نادي كبير من النوادي الكبيرة في مصر، واخد بالك ازاي؟ وابنه ده دخل كلية الطب في إعدادي طب، بقى الأول، ثانية أولى طب ابتدى يبقى خيبان، ثالثة طب الواد لاحظوا عليه تغيرات عجيبة، طلع بقى مدمن، اتعلم الإدمان من نادي. ده واد كان كويس قوي، بقى يروح النادي العيال تقول له ايه ده انت مصدع عليه كده وبتاع، طب خد دي هيبيع الصداع. الواد اصلا ما يعرفش، واد خام، واد بتاع مذاكره وشاطر وبتاع ما يعرفش الحكايه دي، فخد منهم مره في مره في مره، اتعود بقى كل ما يحس انه تعبان يروح للعيال دي يدور عليهم عايز البتاع. لما اصبح بقى مدمن وتحول الى مدمن، وفي الاخر مات في مصحه علاج ادمان، واخد بالك ازاي؟ النوادي وحشه. نسبه الطلاق بين النساء اللي بترتاد النوادي عالية جدا، يبقى النوادي بتؤدي إلى الطلاق، نسبته عالية، واخد بالك؟ لأن بتقعد جنب مطلقات تقوم إيه تكرهها في جوزها، إيه ده ماله بيبص لك كده ليه؟ ما جابلكيش هدية في عيد ميلادك؟ ده مش عامل لك ساعة، ده فلانة مش عارف إيه، تقوم تقلبها في جوزها، تروح إيه تتأمر على جوزها. دي حاجة، لأن هي الست عايزاها تبقى زيها، فيقعدوا مع بعض يبوظوا أخلاق بعض. الرجالة تقعد مع بعضهم يتفرجوا للنساء الحلوين اللي متزوقين، يقوم يلاقي مراته طلعت وحشة يعرف إنه خد مقلب، طب وليه؟ طب ما تقعد في بيتك أحسن، واخد بالك إزاي؟ كل الحاجات دي كلها حرام، كلها حرام والله. أنت بتستعجل، أنا رأيي كده، لكن لا ألزمك، خد بالك. أنا شخصيا ما اشتركتش لأولادي في نوادي، واخد بالك ازاي، لحد ما كبر وما حسيتش يعني ولادي طلعوا يعني مش حاسين ان هم عندهم نقص ولا حاجه يعني. كنت باخدهم احيانا النادي كده ادفع لهم بتاع يوم كل شهرين ثلاثه، انما كل يوم، بحيث ما يبقاش في علاقات بينك وبين رواد النادي، لان هناك ناس اولا في ناس اخلاقهم مش كويسه وناس ما بيواظبوش على صلواتهم، وخد بالك ان الفساد معدي والصلاح معدي والمرء على دين خليله، واخد بالك؟ انا شفت رواد نوادي كتير، واخد بالك، مروا بازمات اسريه كبيره جدا وسببها النوادي، طلاق وقضايا خلع وشغلانات كبيره، واخد بالك، وسببها تلاقي ودواده الناس في النادي كل يوم بيقعدوا يرغوا نفس الكلام نفس الكلام لما يتبطلوا. لكن الاحسن ما ترميش فلوسك في الكلام الفارغ ده، خلي اولادك يلعبوا على عينك، مش كل يوم انت في شغلك نايم وكل يوم الواد فين يقول لك في النادي في النادي. طب وبعدين انت عارف بيقعد مع مين؟ ما هو هيضيع منك يا مسكين، هيضيع منك في الاخر الواد. وبعدين ابنك ده يعني فلذة كبدك، هو ده استمرارك، هيجي يوم القيامة من ظهرك من صلبك تلاقي مليون جاي، أمم جاية من صلبك، واخد بالك ازاي؟ فإن كان هو فاسد هتيجي الفساد كله، فربنا ينجي، فانت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانا انصح ان الانسان ما يشتركش في النوادي، ولو كان ولا بد يشترك ما يروحش كل يوم، ولو كان هيروح كل يوم يروح اقل فتره ممكنه، ولو كان هيروح اقل فتره ممكنه يبقى رجله على رجل مراته وعياله، ما يسيبهمش يروح لوحده، والا الحكايه هتفلت منك. انا بقول لك اهو، ربنا ينجينا. فهي بدعة ضلالة، النوادي دي بدعة ضلالة، ها دي فعلا بدعة ضلالة. ليه؟ لأنها ينبني عليها مخالفات شرعية كثيرة. وبعدين أنا واحد صاحبي طبيب ابنه مات غرقان في حمام السباحة بتاع الناس، خدنا إيه يعني؟ مش معنى كده أنا بقول لك إن أنا بدي لك مثال إن شؤم، إن الحاجات دي فيها شؤم يا جماعة. الفلوس اللي هتدفعها للنادي دي اعملها مشروع لابنك، شالها لابنك يستفيد بيها، اديها لواحد غلبان عايز يتجوز، ابتدي مشروع جديد،
دلوقتي النوادي بيرفعوا قضية علشان يدفع 40,000 جنيه عشان يبقى عضو. يعني بيرفع في نادي الصيد والله في ناس رفع قضايا علشان عايز يدفع 40,000 جنيه عشان يبقى عضو، قال يعني هيدخل الجنة. حاجة غريبة الشكل، وهي فيها كل الفساد، ربنا ينجي. وبعدين يضحكوا عليك في النادي، يعمل لك زاوية صغيرة كده، أيوة هنصلي، ويجيب لك عمرو خالد زمان على يعني يديك محاضرة. واخد بالك؟ دي مكان فاسد. مكان فاسد أصلاً. ودي بدعة نقلناها من الكفار، زي بدعة التمثيل. التمثيل وبدعة الغناء وبدعة الكازينوهات الليلية وبدعة جنينة الحيوانات. كل دي بدعة نقلناها من الكفار. ما الإسلام ما يحبش إنك أنت تحبس حيوان. أنا أجيب أسد ليه غلبان قاعد في إفريقيا بيجري ويبرطع، أروح أنا حابسه في مترين ومترين ونص عشان أنا أتفرج عليه يعني. ليه أعذب إنسان؟ في كل كبد رتبة أجر. ليه أعذب أنا حيوان؟ علشان الإنجليز عملوا جنينة حيوان، نعمل إحنا جنينة حيوان؟ وبعدين تكلفة عالية. أنا جبته كان بياكل ببلاش، بقى بياكل على حساب. طب ما كان بياكل ببلاش هناك في الغابة. واخد بالك؟ تكلفة عالية ولا لأ؟ ومساحة أرض كبيرة اتخذت، كانت ممكن تبقى متنفس وخلاص من غير حيوانات. آه حرام. لا مش حرام، ما دي تحرم ابتداء تحل انتهاء. زي التمويه في الأنية، أنت حضرت الأنية؟ لا، ما أنت لو حضرت كنت فين؟ تحرم ابتداء تحل انتهاء. يعني ممكن تتفسح في جنينة الحيوانات، لكن اللي أنشأها حرام. زي البنطلون اللي احنا لابسينه والبدلة والكرافتة دي. الله يكرمك. أول القرن أيام جدي لو لبسها والله كان أبوه اتبرى منه. يقول له هتقلد الإنجليز يا ابن اللي مش عارف إيه، ويتخانق ما يجري وراه بالعصاية. لأنه كانوا أزهرية كلهم بعمل. وكان اللي بيلبس اللبس ده إنجليز. فقال له كده هتقلد الخواجات يا مجرم. فهمت إزاي؟ فكان حرام زمان لأنها فيها تقليد للكفار. خدت بالك في البداية. وبعدين بعد كده لما استمرت الايام وماتت الاجيال دي وتغيرت الاحوال، احنا اتولدنا لقينا الناس لابسه كده، فما جاش في بالنا تقليد الكفار، فحلت انتهاء. فهمت ازاي؟ ففي اشياء تحرم ابتداء تحل انتهاء، زي جنينة الحيوانات تحرم ابتداء وتحل للناس تتفسح عليه، ويبقى اللي انشاها ياثم شرعا وفي قبره. لكن الناس قاعده تتفسح وتاكل الزرافه وتاكل الفيله ابو زلومه، مفيش مشاكل. واخد بالك ازاي؟ لكن انت لو فكرت فيها تجد ان هي فعلا حرام. اتفرج على الدبه الغلبانه اللي جايبينها من الخط من الاسكيمو في شهر اغسطس، مش قادره تاخد نفسها، هتموت من الحر. ربنا خالقها تقعد هناك يا اخي في تحت الصفر يا اخي. تجيبها هنا تعالي لي في الـ50 وتنزل لها ندعه ميه علشان اتفرج عليها، حرام. فكل كبد رتبه اجر. الرسول هو في حيوانات بتموت والله في الحر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في امراه دخلت النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. دي بدعه، بدعه احنا نقلناها عن الكفار بدون تفكير. طب هقول لك حاجه، في علماء في الازهر افتوا بحرمه جنينه الحيوانات، والرساله دي مطبوعه بس نفذت. مطبوعه في اول هذا القرن لما كانت لسه مشروع. لما كان لسه مشروع هيعملوا جنينه الحيوانات، علماء الازهر الفوا رساله في حرمتها، وقالوا أدلة كثيرة منها حديث الهرة وغيرها وغيرها وغيرها، لكن ما حدش سمع كلام. ولما جم ينشئوا معهد التمثيل سنة 60، واخد بالك، ألفوا رسالة سموها إقامة الدليل على حرمة التمثيل، جابوا لك 48 دليل على حرمة التمثيل، لكن ما سمعوش كلامهم برضه وأنشأوا المعهد. يعني علماء الأزهر ما سكتوش، علماء الدين ما سكتوش. كل حاجة حصلت كتبوا فيها رسائل ومكتوبة وبتباع. يعني ممكن تروح تشتري كتاب إقامة الدليل على حرمة التمثيل، تعرف إن التمثيل مطلقا حرام على كل صوره، وأشد حرمة إن كان للصالحين. واخد بالك؟ لأنه فيه غيبة. فربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. ها؟ ما هو الطائر برضه اللي أنت هتحبسه ده لو هتطعمه وكده ومش هيكلفك ومفيش فيها كلفة عليك، خلاص. إنما لو تكلفة عالية، واخد بالك، ولادك اولى. والوقت اللي بتضيعه في المحافظه على بتاع وتنظف وتعمل، والله كنت حفظت القران. ده انا اعرف واحد قريبي عنده حوض اسماك قد كده، بياخد منه ساعتين يوميا، يوميا نظافه وتغيير ميه ويجيب الحاجات من شغلان.
والله لو قعد ساعتين في اليوم يعني 60 ساعة في الشهر يحفظ قرآن لا يختمه في سنة، يبقى ضيع عمره ولا ما ضيعش عمره؟ تضييع العمر ده حرام، واخد بالك؟ فربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واغفر عن ذكري الغافلون واقم الصلاه.